النقطة الأولى، إن المشهور لدى العلماء والمتشرعة إنه إنما نسب إليه المذهب باعتبار أنه عليه السلام عاش في برهة كانت الدولة فيها ضعيفة نسبيا، وهي فترة نهاية دولة الأمويين وبداية دولة العباسيين، والدول غالبا ما تكون في نهاياتها ضعيفة وفي بداياتها ضعيفة، فكانت الفرصة لإعلان العلم والهداية وتوسيع النشاط بين الناس مواتية جدا للإمام الصادق سلام الله عليه، وهذا صحيح، وقد استغلت بلا شك من قبل الإمام عليه السلام، واستغلت هذه الفرصة بلا شك من قبل الإمام عليه السلام وأصحابه على أوسع نطاق. مضافا إلى شيء آخر، هو أن زمانه اقترن، لاحظوا أن زمانه اقترن بالرغبة العامة جدا من قبل أفراد المجتمع من مختلف مذاهب الإسلام بتلقي العلم ودفع الشبهات عن الدين، فقد تصاعد في ذلك الحين الوعي الديني سواء على مستوى أصول الدين أو على مستوى فروعه، نتيجة لعوامل كثيرة أهمها الجدل والشبهات التي كانت تحصل من قبل الدهريين والملحدين وعملاء المستعمرين. وكان الناس بطبيعة الحال حريصون أو حريصين على دينهم ويريدون الاستزادة من المعلومات على كل المستويات، فكان أن حصلت هناك رغبة من المجتمع ككل لتلقي العلوم الدينية والإسلامية على مختلف الأصعدة. ويمكن القول بأن الوضع الذي عاشه الإمام الصادق عليه السلام والنشاط الذي بذله مع أصحابه جعله أقوى الأئمة المعصومين عليهم السلام اجتماعيا، وأشهرهم بعد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من حيث التفاف الناس حوله وكثرة طلابه وتزايد قاصديه للتعلم والسؤال والاستفسار. ولذا نجد أن الروايات التي نقلت عنه هي أكثر من أي إمام آخر من آبائه وأبنائه عليهم السلام، وهي شاملة لمختلف المجالات والمعارف والحقول الإنسانية والشرعية بما فيهم، يعني أكثر في الرواية من الأئمة بما فيهم أبوها الإمام الباقر سلام الله عليه، على كثرة ما ورد عنه من الروايات، فإن الإمام الصادق عليه السلام ما ورد عنه أكثر. ومن هنا نستطيع، لاحظوا، أن نخطو الخطوة الأخرى لنتوصل إلى النتيجة، وهي التساؤل عن السبب في نسبة المذهب إليه، فإنه لا شك أنه كان يدعو إلى المذهب ويؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والمعصومين من آبائه وأبنائه، وبتعبير آخر إنه عليه السلام كان يدعو إلى المذهب الشيعي بلا إشكال. فإذا ضممنا إلى ذلك الالتفات إلى أنه سلام الله عليه استطاع استقطاب أكبر عدد وأعظم نسبة من المجتمع في هذا الاتجاه، وأن الملتفين حوله والمتعلمين منه كانوا بأعداد هائلة جدا، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول هنا في مسجد الكوفة كان مدرسة في ذلك الحين، حتى أن 900 شيخ في مسجد الكوفة يقول حدثني جعفر بن محمد
صلى الله عليه وآله، فكيف بغير مسجد الكوفة من مناطق الإسلام؟ ونحن نرى الآن أن كل لحظة ونحن نرى الآن أن كل جماعة أو مجموعة تنسب إلى راعيها وقائدها، والرئيسي الموجه لها، قل سواء على الصعيد الدنيوي أو الديني أيضا. فنقول مثلا ناصريين لأصحاب جمال عبد الناصر، وخالصيين لأصحاب الشيخ محمد الخالصي، وسيستانيين لأصحاب السيد علي السيستاني، وصدريين لأصحاب السيد محمد الصدر، هذا معاش وكلكم شايفين. فكذلك قال المجتمع يومئذ عن أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنهم جعفريون، أي هم الملتفون حوله والمندرجون تحت قيادته وعقيدته وأهدافه، لأنه في ذلك الحين من أقوى وأشهر الأئمة المعصومين سلام الله عليهم في زمانهم، بل من أشهر وأقوى علماء الإسلام كله، حتى أن أبا حنيفة النعمان يفتخر بأنه من طلاب الإمام الصادق عليه السلام، ويقول على ما روي عنه، والمسألة أكيدة بوضوح، يقول لولا السنتان لهلك النعمان، يريد بهما عامين قضاهما في التلمذة على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وينبغي الآن التنبيه والالتفات إلى أمرين، الأمر الأول إنه طبقا لهذا التسلسل الفكري فإن نسبة الجعفرية إلى الإمام جعفر عليه السلام، جعفر الصادق عليه السلام، ليس كعقيدة مستقلة أو دين مستقل، كلا، كما ربما يظهر من بعض عبارات العوام حين يقولون وكانت بسطة قديمة يتناقلها الناس، ماكو ولي إلا علي، فليحيى دين الجعفري، الذي يوحي على أن الجعفرية دين مستقل في مقابل الإسلام والعياذ بالله. صلوا على محمد وآل محمد. وكما هذا من جهة، وكما كان عليه التبليغ المعادي لدى بعض المذاهب الأخرى في سنوات عديدة قديمة، وقد تضاءل أثره الآن بحمد الله أو زال، حين كانوا يقولون المسلمون والشيعة، يعني أن الشيعة غير المسلمين والعياذ بالله، فهذا من داخلنا أكو ومن خارجنا أكو، وكلاهما نحن بريئون منه إلى الله، والله تعالى الآن يسمع ويرى وهو بالأفق الأعلى. بل إن تعليم الإمام الصادق عليه السلام هو الإسلام بعينه، وهو الإسلام الحق، وهو الأطروحة المطابقة لما هو الموروث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله، فهو إسلام قبل أن يكون مذهبا، ولا قيمة لأي مذهب ما لم يكن في ضمن الإسلام، كما هو أوضح من أن يخفى. الأمر الثاني، إن الوعي الديني والاجتماعي المتنامي في المجتمع بين مختلف الفئات ومختلف المذاهب بعون الله وحسن توفيقه الآن، والذي جعل، لاحظوا، والذي جعل التحزب والتعصب والطائفية تصل إلى أقل مقدار ممكن منها بحمد الله ولطفه، فإذا التفتنا إلى حقيقتين واقعيتين وصحيحتين وأكيدتين، الحقيقة الأولى أن الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا، ممن يحسن به الظن جميع المسلمين إلا النادر النادر ممن ظلم نفسه وأضله هواه، بل هو في العلم والورع
والعظم والإتقان من علو الشأن بحيث لا يقاس به أحد في زمانه ولا بعد زمانه. وهذا ينبغي أن يكون مسلما بين الناس أجمعين وخاصة المسلمون بمختلف مذاهبهم. قول لا، أي واحد يقول لا ما يستطيع. الحقيقة الثانية إنه كان يؤمن، الإمام الصادق كان يؤمن بالمذهب الاثنى عشري ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه. أيضا قول لا، ما حد يستطيع يقول لا. سواء ويهدي الناس إلى حقائقه ودقائقه سواء على مستوى أصول الدين أو فروع الدين. وهذا أيضا مما ينبغي أن يكون من الواضحات الضروريات. وبتعبير آخر مختصر، إن الإمام الصادق عليه السلام كان شيعيا وإمام الشيعة، فبذلك يكون الخطاب نخاطب الواعين المتورعين من مختلف المذاهب الإسلامية ممن يؤمن بالإمام الصادق عليه السلام عالما فقيها متورعا جليلا. فنسأله: هل كان الإمام الصادق عليه السلام مصيبا في مذهبه أو خاطئا؟ فإن قال هذا الرجل إنه كان خاطئا، إذن فهو خلاف حسن الظن بالإمام الصادق وبجلالة قدره وعمق علمه. وإن قال أنه كان مصيبا ومحقا، فهذا يعني أنه محق في دينه ومذهبه، وهذا يكفي للترجيح المذهبي كما هو واضح ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلينظر إخواننا أهل السنة في ذلك وليتأملوا، جزاهم الله خيرا.